صباح الخير، أنا طارق وهذه هي نشرة الحريق الخاصة بك. اليوم الخميس 12 أكتوبر، طلاب برجي، إعادة تشغيل إجهارة الكمبيوتر المحملة الخاصة بك كل يوم حتى يتم تنزيل التحديثات، نظراً الآن لاختبار مستمر خلال الأسبوعين المقبلين. سيقعد نادي الكتابة الإبداعية اجتماعاً إعلامياً يوم الأربعاء 11 أكتوبر. تعال إلى الغرفة C8 لمزيد من التفاصيل. سيجتمع النادي الألماني يوم الثلاثاء 17 أكتوبر في الغرفة E5 من السيدة هيسلز. سيقعد الاجتماع من الساعة 43 حتى 24. هنالك اجتماع هوسا في 11 أكتوبر في 3:45 في الغرفة E10. سيكون اجتماع المكياج يوم الخميس الساعة 8 صباحا. مدرسة بلاكمان الثانوية هالوين باش قادم في 26 أكتوبر من الساعة 5 حتى 7 مساء. سيكون هناك تبع أو علاج، شاحنات طعام وفيلم. احضر صديقك وتعال للرعب. تقدم السيد جاشر دروسا مجانية في الرياضيات بعد المدرسة حتى الساعة 4:30 يوم الثلاثاء والأربعاء بداء من هذا الأسبوع. أي طلاب سيبلغ من العمر 17 عام العام بحول 5 نوفمبر ويرغب في التسجيل للتصويت يرجى الوقوف عند D2 للحصول على تسجيل الناخبين وكذلك إعداء النماذج المكتملة. سيقيم بلايز باريس حفلة الهالوين في 20 أكتوبر من الساعة 6 إلى 8 مساء. سيكون خارج الفرنانس في توماس مور هاوس. تأكد من الاشتراك في تذكير بلايز باريس لتلتقي التفاصيل. تقيم كايلي ساندوفو حملة تبرع من 12 إلى 20 أكتوبر. كجائزة من مشروعها الكبير يرجى التبرع بفرشات الأسنان ومعجون الأسنان وخيط تنظيف الأسنان والفرشاة الشعر ومزيل العرق وأي منتجات نظافية شخصية أخرى بحجم السفر. يجب الإلغاء فتح هذه العناصر. سيتم التبرع بها للمحتاجين في المجتمع. يرجى النظر في التبرع. هناك رحلة ميدانية تدريب أخرى في الفصل أوشا يوم الخميس والجمعة. يجب على الأفراد الذين لديهم أسئلة رؤية السيدة جونس. يرجى التهنئة بالبلاكمان رايدرز JRTC لفوزهم في مسابقة جنوب الشرق المؤتمرة رايدرز. سيتوجه بلاكمان رايدرز JRTC إلى رايدر ناشونالز سينيورز الذين يخططون للمشاركة في المسار. سيكون هناك اجتماع قصير بعد المدرسة يوم الخميس في الغرفة AV. سيتم تقديم ومناقشة أي أسئلة إعلامية حول النماذج النهائية والمعلومات ومركز الأهلية NCAA. هذه الجمعة في اليوم. أنا طارق وكانت هذه نشرة البلايز تبعكم. Go Blaze!